الحمد وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام البيتية العظام المستكملين الشرفاء. وبعد بالنسبه لحديث افترقت اليهود على 71 فرقه, هذا الحديث ان شاء الله يكون في الاسبوع القادم منفردا محاضره كامله له, حتى ناخذ بس بدايه ما وقفنا عنده من كلام افتراق الأمة واجتماع الأمة. الأسبوع الماضي تكلمنا على الاجتماع وأسباب الاجتماع, اليوم نتكلم على الفرقة وأسباب الفرقة, ثم بعد ذلك نتكلم على حديث وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة بإذن الله تعالى. أولا البيوع معاملات في المسند الدارمي باب الرهن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين آمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه, قال في مسنده ونزلنا مع كتاب البيوع, قال باب في الرهن. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زرعه لمرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير. شؤون سبحان ربي العظيم, هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين مات ودرعه مرهونة في دين أو ساق من شعير لأزواجه, رهن درعه من أجل ذلك. وهذه تدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الدنيا لا يريد منها شيئا, وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا, فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا شكورا وأن يكون عبدا رسولا بأبي هو وأمي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها يمر الشهر والشهران في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعل فيه نار, لا يطبخون, ما فيه إلا الأسودان الماء والتمر. ولما جاء العربي وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه بعث إلى التسع من أزواجه, وكل واحدة تقول ما عندنا من شيء حتى ضيفه أبو طلحة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له مستجاب الأحد ذهب, لكن لما لينفقه يمين ويسار ما يبقي له ما يبقي منه إلا ثلاث دراهم للدين فقط. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي, فيعني الرهن استساق عين بإيش؟ بدين من أجل أن يستوسق بماله الذي يريده. وهنا فيها أمور, الأمر الأول جواز الرهن لأن الله قال فرهان مقبوضة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر يتعامل كما يتعامل البشر, وأن الشرع عليه كما على جميع المكلفين. الخطاب للنبي خطاب لجميع الأمة. جواز الشراء بالآجل تقسيطه الآن, جواز الشراء بالآجر أن يقدم السلعة ويؤخر الثمن, وجواز الرهن على الدين لأن صارت دينا في الذمة, فجواز الرهن لأن رهن درعه, وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة لأنه كان يهوديا له ذمة. وأيضا الرهن في السفر كما قال ابن حزم, الجماهير قالوا يصح الرهن في السفر وفي الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر ولا في السفر؟ في الحضر في المدينة, في المدينة نعم. جواز معاملة الكفار بيعا وشراء إلا في الحرام المحض, عندنا لو استحلوه نجعلهم الذين يتعاملون به كما قال عمر بن الخطاب ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها بالنسبة للخمر على جزية. جواز معاملة من كان ماله مختلطا بل أكثر ماله حرام, اليهود أكثر أموالهم حرام. ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم, فضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لصبرهن على 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 ضيق العيش شظف العيش, ما أردنا الآخرة ما أردنا إلا الآخرة. قال الله تعالى عن تخير النبي لهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة, وإن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كنا أجرا عظيما. وفيها طالب الآخرة لا يعبأ بالدنيا, طالب الآخرة لا يعبأ بالدنيا ما يريد إلا الكفاية. وفيها حرمة الظلم لأهل الكفر لما اشترى آجلا طمأنه بإيش؟ ها بالرهن, طال الرهن حتى يستوثق من ماله. الفوائد المستنبطة
فضل النبي صلى الله عليه وسلم في تركه إلى رفاهية الدنيا مع تحمل شرف العيش. فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أردنا الآخرة، أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، وتركنا الدنيا بما فيها من ملذات، وصبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعاونناه على الدعوة إلى الله جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.